بحضور رئيس الحكومة قايمي باريكي ألبير، فقد اختتم عصر اليوم رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كمالي أعمال الدورة العادية الثانية لعام 2017. هذا وفي الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كمالي تطرق فيه للعديد من المواضيع، سيما مشاريع القوانين المختلفة التي اعتمدت من قبل الجمعية الوطنية خلال الدورة الثانية العادية، موضحا بأن مجمل القوانين المعتمدة ستساعد الحكومة في أداء مهامها بصورة جيدة، وسنوافيكم بتفاصيل أوفى خلال نشراتنا اللاحقة بمشيئة الله. وقبل اختتام أعمال الدورة البرلمانية الثانية، فقد اعتمد يوم أمس أعضاء الجمعية الوطنية الميدانية العامة للدولة لعام 2018. الميدانية تقدر بأكثر من 1343 مليار من الفرنكات الأفريقية. وفي الجلسة العلنية التي رأسها رئيس الجمعية الوطنية هارون كمالي، كانت بحضور وزير المالية والميدانية الدكتور عبد الله صابر فضل محمود حسن سمبو. 135 برلمانيا صوتوا بنعم لاعتماد قانون المالية لعام 2018، بينهم امتنع عن التصويت عنه 16 برلمانيا، في حين لم يصوت ولا برلماني واحد ضد هذا القانون الذي تقدر الإيرادات فيه بأكثر من 846 مليار فرنك سيفا، وأن النفقات فيه تقدر بأكثر من 1000 مليار و343 مليار فرنك سيفا. فمن بين الإيرادات والنفقات لهذا القانون المعتمد، يظهر أن العجز المالي المتوقع فيه يقدر بأكثر من 496 مليار فرنك سيفا. فبحسب الحكومة، أن الانخفاض في هذه الميزانية العامة للدولة مرتبط بانخفاض سعر النفط في السوق العالمية، وكذا في تدخلات البلاد الخارجية المتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي. لذا لا يوجد اختلاف كبير لهذا القانون مقارنة بقانون المالية لعام 2017، غير أن هذا القانون ينص على اتخاذ إجراءات ضريبية جديدة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، والتي يرى فيها وزير المالية والميزانية بأن هذه الإجراءات ستساعد السلطات العامة في التحكم على النفقات بشكل جيد. هذا وفي خلال المداخلات المختلفة للنواب للجمعية الوطنية، فإن النواب الذين تداخلوا طالبوا بالإدارة الجيدة لموارد الدولة ووضع حد لمختلف الأشخاص أو الموظفين الذين يختلسون الأموال العامة للدولة التي يجب أن يستفيد منها كل المواطنين. كما تساءل بعض النواب عن مدى تأثير الإجراءات التقشفية 16 التي اتخذتها الحكومة. في رده، وزير المالية والميزانية الدكتور عبد الله صابر فضل أكد بأن الإجراءات 16، سيما فيما يتعلق بخفض العلاوات، فقد سمحت للحكومة بأن تحصل على أكثر من 30 مليار فرنك سيفا خلال هذا العام. رد الوزير أيضا على تساؤلات بعض النواب فيما يتعلق بمصير المعلمين المتطوعين الذين يطالبون الحكومة بدفعهم مرتباتهم الشهرية التي لم تدفع لهم حتى الآن، والتي تفوق حوالي 40 شهرا. عموما، أكد الوزير بأن الحكومة ستأخذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلات المختلفة. كما أكد بأن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار نتائج التحقيق البرلماني حول النظام التعليمي في تشاد. رأس اليوم وزير المالية والميزانية الدكتور عبد الله صابر فضل الاجتماع السنوي العادي للمجلس الوطني للقروض. المجلس ناقش عدة خطط واستراتيجيات تتركز حول تفعيل قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، وذلك بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني. الاجتماع كان بحضور محافظ بنك دول أفريقيا المركزية عباس محمد تولي. وفي نهاية الاجتماع، تحدث المدير الوطني لمصر دول وسط أفريقيا نور محمد حسن عن نتائج الاجتماع. المجلس الوطني للقروض هو مؤسسة جامعة وزارة المالية، البنك المركزي، الغرفة التجارية، القطاع المصرفي، وكل المؤسسات اللي عندها دور في المجال الاقتصادي والمالي. اجتمعنا اليوم وناقشنا وشلنا قرارات بعد ما درسنا الوضع الاقتصادي الدولي الإقليمي والوطني والوضع بتاع القطاع المالي في تشاد والقطاع المصرفي خاصة. قراراتنا متجهة على كيف ندعم المجال المصرفي لتمويل الاقتصاد، وطلبنا من المجلس الوطني للقروض عشان يستمر
في بحوث خاصة بالأخص في مجال التمويل بتاع القطاع الخاص، وخاصة في المجالات اللي عندها أولوية اليوم في بلادنا، هي قطاع الزراعي، قطاع الثروة الحيوانية، قطاع الميناء. رأس رئيس المجلس الأعلى للإعلام ديدونا جنباي الجلسة الختامية لأعمال المنتقى الإعلامي للصحفيين الناطقين بالعربية ياسين محمد أحمد. بعد يومين كاملين من المحاضرات حول مختلف فنون العمل الصحفي ألقاها العديد من خبراء الصحافة العربية في تشاد، فقد تم اختتام أعمال الملتقى الإعلامي الأول للصحفيين التشاديين الناطقين باللغة العربية، وذلك بحضور رأي الحفل رئيس المجلس الأعلى للإعلام جيه جوني جوناباي والمستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية عبد الله أنجر دجينا وممثل منظمة تيكا التركية محمد صديق يلدرم. ففي الحفل الختامي استمع الحضور إلى عدة مداخلات، أولاها كلمة المشاركين قدمها آدم حسن المكاوي والتي شكر فيها الجهات الدائمة لنجاح هذا الملتقى، عقبتها رفع توصيات على الصحفيين الناطقين بالعربية احترام جميع القوانين المعمول بها والمنظمة للعمل الصحفي في تشاد وتطبيق كل ما تلقوه من معلومات في هذا الملتقى على أرض الواقع. بعد ذلك قدم رئيس رابطة الصحفيين التشاديين الناطقين بالعربية آدم ألي آدم الذي أكد بأن هذا الملتقى سيسهم في دفع عجلة العاملين في الحقل الإعلامي ويحسن من أدائهم الميداني. هي السلطة الرابعة، الآن أصبحت السلطة الأولى، الإعلام هو الذي يوجه في العالم، هو الذي يعني يسوق للقيم، يسوق للدول، هو الذي من خلاله تستطيع أن يعني تتعرف على الدولة، تتعرف على القيم الإنسانية حتى، فبالتالي أهميته تكمن في خطورته أيضا. أما رئيس المجلس الأعلى للإعلام جيه دوني جوناباي طلب من الناطقين بالعربية بذل المزيد من الجهد لأجل إيصال الرسالة إلى المتلقين، وأن العربية لغة حية وغنية بالمفردات وهي من أجمل اللغات، كما طلب من المشاركين تطبيق المعلومات التي تلقوها على أرض الواقع. وفي نهاية الحفل تم تقديم شهادات مشاركة للمتدربين والبالغ عددهم 80 مشاركا يمثلون مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وكما قدمت شهادات شكر وإرفان للشخصيات العامة والخاصة تقديرا لجهودهم في مجال الإعلام. وفي مقدمتهم رأي الحفل رئيس المجلس الأعلى للإعلام جيه جوني جوناباي والمستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية عبد الله أنجر دجينا والأمين العام لوزارة التكنولوجيا الحديثة للاتصالات والإعلام والبوستة أشتى صالح دمان وممثل وكالة تيكا التركية في تشاد محمد صديق يلدرم. عقد حاكم إقليم اللجون الشرقية آدم نوكي شرف الدين مع العاملين في القطاع الصحي، والهدف من الاجتماع هو وضع حد للعيادات الصحية غير المرخصة. محمد السليك وقراءة إشراق الحسين النور يوسف. أربعين شخصا أدوا القسم القانوني أمام رئيس محكمة الاستدعاء لمدينة أنجمينا السيد إبراهيم محمد أبكر، وذلك عقب تعيينهم بمرسوم الرعاسي في 20 ديسمبر الحالي بمختلف المجالات في المحاكم بالعاصمة وكذا أقاليم البلاد. قبيل تأديتهم للقسم القانوني تمت قراءة السيرة الذاتية لكل واحد منهم على حدة أمام رئيس محكمة الاستدعاء، وبعدها قام رئيس المحكمة بسرد ضوابط العمل التي يجب أن يتقيدوا بها في المهمة التي أوكلت لهم، مذكرا في حال ارتكاب أي تخالف فإن القانون سينفذ على الجميع. وعن الذين تم تعيينهم بمحكمة الاستدعاء لمدينة أنجمينا نصبوا رسميا من قبل رئيس المحكمة الابتدائية إبراهيم عبو، وبهذا سيباشرون العمل حسب المواقع التي عينوا فيها والمهمة التي يقومون بها. وبالعودة إلى العاصمة أنجمينا وخصوصا حملة ضبط المخالفين للنظم المتبعة لتوصيل التيار الكهربائي والذين يقومون بعملية عشوائية لا زالت تتواصل بمختلف حارات العاصمة أنجمينا. محمد عثمان بشير المرة الثانية. في يومها الثاني على التوالي تتواصل الحملة الرقابية التي تقوم بها الشركة الوطنية للكهرباء هنا بحارة دينجسو بالدائرة الثامنة، حالات بالجملة في توصيل الأسلاك الكهربائية بطرق عشوائية وغير قانونية
قد سجلت من قبل الفريق الفني الذي نزل الميدان بقيادة مدير العام النائب للشركة حامد جيمينو جمعة. اليوم لقينا ناس هم بس جابوا الفوتو وهم بس جابوا الكابل وقاعد يرجوا يجيبوا لهم الكونتير ناس يعني ناس اللي ما جوا في الشركة ولا دوروا منا نار هنا ولا جونا في الشركة والخدمة اللي هم سووها ولا هنا سينا هم برام بنفسهم بس مش سووا ده شغل يعني هنكون في ناس إنه سوسيتي آخر برا من السنة في البلهيلة قاعدين يبوا الكابل يبوا الكوتو ويبقى يمشي يربيته شغل شيء خطير بقول جدي سير قاعدين يمشي يسوي الانكيت يسألوا الناس اللي إنهم في بيوتهم دول النار ده يقوم منين يقوم في كيف زي ده ممكن يقدر يلقوا لنا القادة عشان ده نقدم رسالة للناس اللي هسه مشينا قطينا منهم النار ده هم بعرفوا الطريق اللي جابوه فوقها كان في ناس بيحبوا وطنهم وهم ذاته بدوروا النار يلقوا النار ده خليه يفتشوا الناس اللي جو خدموا لهم الخدمه ده والناس اللي كمان وقفناهم ده ما بنقدر نستمروا مشكلة يلاحظ لها بأنها تحتاج إلى توعية للمستخدمين ومبادرات من قبل الشركة في تسهيل الإجراءات الرسمية من أي وقت مضى. عرض الكاتب التشادي الدكتور إسماعيل عيسى يوسف كتابه الجديد والذي يحمل عنوان العلاقات الدبلوماسية بين دولة تشاد ودول الخليج خلال الفترة ما بين 1970 إلى 2016. آدم حسن المكاوي. العلاقات الدبلوماسية بين دولة تشاد ودول الخليج في فترة العام 1970 إلى العام 2016 كانت هي موطئ قلم الباحث الدكتور إسماعيل عيسى يوسف في تأليف كتابه ذو 255 صفحة مقسمة إلى 4 فصول. تحدث فيها المؤلف عن مفهوم ونظرية العلاقات الدولية والعلاقات الدبلوماسية بين تشاد ودول الخليج وأثر هذه العلاقات، حيث وضع الكاتب تشاد في كفة ودول الخليج الستة المتمثلة في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان في كفة أخرى ربط بينها بالتمثيل الدبلوماسي. هذا وخلال عرض الكتاب عقب كل من رئيس جامعة هيك تشاد الدكتور علي عبد الرحمن حجار والدكتور حسن يعقوب على أهمية هذا الكتاب الذي يعد إضافة مهمة للمكتبة التشادية، كما تداخل أيضا عدد من الحضور بتثمين هذا الكتاب بقولهم بأن مثل هذه الأعمال تفتح آفاقا للتعاون بين تشاد ودول الخليج عبر الدبلوماسية الشعبية التي يمثلها الباحثون كهذه البادرة التي تعرف في أروقة الدبلوماسية بالدبلوماسية الناعمة. عقد أعضاء المجلس العلمي للجامعة الفنية بأنجمينا اجتماعاً عن إنشاء الهيكل الإداري الجديد للجامعة. محمد السلي غلام وقراءة إشراق عبد الله الرحمن. جاء اجتماع أعضاء المجلس العلمي بالتزامن مع تحويل المعهد إلى جامعة تحت مسمى الجامعة الفنية الفرنكفونية بأنجمينا، والذي نوقش فيها عدة مواضيع تخص الجامعة. في الكلمة الترحيبية التي ألقاها رئيس الجامعة الفنية الفرنكفونية بأنجمينا هينر إسوسو مرحبا بالحضور، معربا عن شكره لانعقاد هذا الاجتماع الذي يحدد الهيكل الإداري للجامعة. أما رئيس مجلس الإدارة للجامعة الفنية الفرنكفونية بأنجمينا الدكتور ألامي غولي ليفي قال في حديثه أن تحويل المعهد إلى جامعة قد تم تزامنا مع مطلع العام الميلادي الجديد 2018، حيث قد تم اتخاذ كل التدابير اللازمة لفتح الأقسام والكليات لإنجاح العام الجامعي بصورة متكاملة. فلير اتيران دوغا بشوزير لا هما كي فلير ادابتي لي كريم لي عمل انا عمل هسا جاي في تشاد ولا فلير ما ادابتي بروغرام اتيران دوغا بشوزير لا هو بروغرام دا كيرا اديلوا هو دا كما يلا تليجيو ديبلوم انا في بروغرام دا كما ماشي في دار اكل في برك اكل في يونيفرسيتي كبير ولا ماشي في فرنسا ولا ماشي في افريقيا في كينيا كلها ولا في امريكا دا اسكو بروغرام دا يقدروا دبلوما يلغوا يقدروا كي يدخلوا في يونيفرسيتي اكارينو. ونشير الى ان هذه الجامعه ضمن الجامعات الاهليه التي تعمل الى جانب التعليم العالي والتكوين المهني حسب نظم وقوانين المجلس الجامعي والمجلس العلمي وفقا لضوابط المجلس الافريقي والمدغشقري المعروف اختصارا بكاميس.